بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اعتقد التمرين كان ايجابي جدا، اللاعبين معنويات عاليه. ان شاء الله يعني تكون مباراه لبنان انطلاقه جديده بالنسبه للمنتخب العراقي للحفاظ على الامل اللي متواجد. اللاعبين شادين حيلهم، نتامن انه تنعكس هاي الصوره بالملعب ونحقق 3 نقاط. اعتقد 3 نقاط يحتاجها المنتخب العراقي حتى يعيد الثقه بنفسه ويعود الى سكه الانتصارات. نتأمل إن شاء الله مباراة يوم الثلاثاء تكون مباراة قمة بالنسبة للاعبين، يقدمون الأداء المطلوب منهم ويفرحون جماهيرهم إن شاء الله ويحافظون على الأمل اللي موجود. الحمد لله، يعني بعد التحاق اللاعبين تعرف الظروف اللي يمر بيها، أكيد يعني كل منتخب مر بيها، لكن إحنا حالة استثنائية. بس أنا أعتقد يعني بالتحاق اللاعبين أسعدنا عدد يعني، ونقدر نتحكم حقيقة بالمباراة، نقدر تكون عندنا يعني عندنا اوراق نلعب بها بالشوط الثاني ايضا. فان شاء الله رب العالمين الفريق جاهز لهذه المباراه، وهي بالنسبه لنا مباراه مفصليه حقيقه. راح ننطي كل ما عندنا في هذه المباراه في تحقيق ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه، ونفرح بها الشعب اللي انا اعتقد مكسور، ونعتذر له هواي عن النتائج، لكن هذا حال كره القدم، وبالتالي اكو امور خارج عن ارادتنا في بعض الاحيان، لكن احنا نعمل ونجتهد، والتوفيق من رب العالمين.